جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول: ورد حديث طويل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحفظ من عباراته الحديث عن ذلكم الرجل الذي يطيل السفر ويدعو: يا رب يا رب، ومأكله من حرام، ومشربه من حرام، وعذي بالحرام فأنى يستجاب له. أفيدوني مأجورين ما معنى ذلكم الحديث النبوي، وهل المخالفات الشرعية تمنع إجابة الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. هذا الحديث على ظاهره، وهو أن الذي يأكل الحرام ويتغذى بالحرام أو يلبس الحرام يستعمل الحرام فإنه لا يقبل منه دعاء، لأن من شروط قبول الدعاء أن يأكل الإنسان من حلال. ولما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال له: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وفي هذا الحديث يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. هذا استبعاد منه صلى الله عليه وسلم لقبول هذا الذي يتغذى بالحرام ويلبس الحرام ويشرب الحرام، فإن هذا يحول بينه وبين قبول الدعاء، نسأل الله العافية. وهذا خطر عظيم إذا كان أكل الحرام يحجب الدعاء عن الله سبحانه وتعالى ولا يستجيبه، والعبد لا يستغني عن ربه طرفة عين، فأكل الحرام يقطع الصلة بينه وبين ربه. هذا خطر عظيم يجب على المسلمين أن يتنبهوا له وأن يتحاشوه ويبتعدوا عنه، وأن يطيبوا مطاعمهم من الحلال والكسب الطيب، ويتجنب المحرمات والكسب الحرام، لأن هذا يترتب عليه أمر عظيم. مع أن المسافر في سفره وما يلقاه من التعب وشظف العيش والانكسار مظنة إجابة الدعاء لفقره وحاجته ومظهره، ومع ذلك عارض هذه الحالة، عارضها أكل الحرام، اجتمع عنده موجب ومانع. حالته السفرية تسبب قبول دعائه، وأكله الحرام يمنع قبول دعائه، فغلب المانع والعياذ بالله على السبب. فهذا مما ينبه المسلمين إلى هذا الأمر الخطير، أن يتجنبوا المكاسب المحرمة والمطاعم المحرمة والمشارب المحرمة والملابس المحرمة وجميع وجوه الحرام، أن يتجنبوها لئلا يحال بينهم وبين قبول الدعاء. نعم.